السلام عليكم يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على موافقة حضرتك في هذه مقابلتي. كما عرفنا نحن من نادي تي في اف بي بيو، أيوة. ونريد مقابلتك حول موضوع مهارة اللغة العربية لدى طلبة اف بي بيو وطريقة في إتقانها. بداية يا أستاذ، أيوة. نود أن نطرح سؤالا لحضرتك عن مستوى اللغة العربية لدى طلبة اف بي بيو. ما رأي حضرتك عن ذلك؟ طيب، شكرا على هذه المقابلة. وفي البداية أود أن أقول أن مستوى اللغة العربية لدى الطلبة عندنا مستوى متوسط أو يقرب إلى مستوى متدني. لماذا أقول هكذا؟ لا أقول هكذا، ولكن من خلال الأبحاث السابقة التي توصلت إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن الدراسات السابقة تقول مستوى معظم الطلبة على مستوى متدني في جميع المهارات اللغة، من ناحية القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع وهكذا. هذا من ناحية مستواهم. شكرا يا أستاذ. السؤال الثاني، ما أسباب عدم إتقان اللغة العربية لدى طلبة اف بي بيو؟ طيب، بالنسبة لهذا السؤال ننظر إلى بيئتهم أو طريقة دراستهم. نعم. نحن ننظر إلى طريقة حياتهم. هؤلاء يدرسون للنجاح في الامتحانات. ومعنى النجاح هنا، نحن ننجح في الامتحانات بدون مراعاة اللغة، مجرد معرفة أو الاستيعاب الفهم الموضوع فهما غير دقيق، ثم نجيب في الأسئلة أو نجيب في عن الأسئلة في الامتحانات ثم ننجح. ولأجل ذلك يسبب هذا على ضعف اللغة، لعدم الاهتمام باللغة في القراءة والكتابة والكلام وهكذا. وبعد ذلك، في رأي حضرتك، ما الأنشطة المناسبة لإتقان مهارة اللغة العربية؟ طيب، شكرا. بالنسبة للأنشطة، ننظر إلى ما قال ابن خلدون عن اكتساب مهارة اللغة. هو نعم. يقول أو هو قال: لابد من إبداع البيئة المصطنعة. البيئة هنا ننظمها على حسب احتياجاتنا لاكتساب مهارة القراءة ومهارة الكلام ومهارة الاستماع ومهارة الكتابة وهكذا. ننوع الأنشطة اليومية لإعطاء الفرصة للطلبة للمشاركة في هذه الأنشطة. الأنشطة هنا ننظم شهريا أو أسبوعيا وأيضا سنويا، حتى لا نبتعد عن المشاركة في الأنشطة. من خلال الممارسة في الأنشطة هنا نستطيع أن نكتسب المهارة اللغوية. طيب، شكرا يا أستاذ. السؤال الآخر، كيف نعالج الفكرة عن صعوبة اللغة العربية، وكيف نشجع أنفسنا في ممارسة اللغة العربية في حرم الجامعة؟ طيب، بالنسبة لهذا السؤال أيضا، لابد أن ننظم أو نقيم البيئة المصطنعة لإعطاء الفرصة للطلبة على مشاركة فيها. وكذا
لابد للطلبة أن يستخدموا الاستراتيجيات في تعلم اللغة. معظم الطلبة يدرسون من خلال الفصول الدراسية أو من خلال الكتب. عندما يفتح كتب يدرس اللغة العربية، وعندما يغلق الكتب لا يدرس ولا يستخدم. هذا هو خطأ. المفروض يمارس اللغة في الحياة اليومية من خلال الأنشطة وباستخدام الاستراتيجيات. الاستراتيجيات هنا لمساعدة على اكتساب اللغة، منها كيف نجمع المفردات ثم الأسلوب ثم الجمل وهكذا، ثم كيف نقوي هذه الأشياء حتى نستطيع أن نحضرها في الاستخدام. الثالث، لابد من استراتيجية التطبيق. ومعنى التطبيق هنا نطبق اللغة في الأنشطة اليومية أو في البيئة المصطنعة عندنا، والله أعلم. طيب، شكرا جزيلا وبارك الله فيك يا أستاذ. نتمنى من الجميع الاستفادة من نصائحك الرائعة، ونسأل الله العظيم أن يوفقك في عملك وجهودك الجبارة في تنمية اللغة العربية. الشكر لله، ونتمنى أن نلتقي في فرصة القادمة، والله أعلم.